ابن مدينة الجديدة أب عن جد. المشكل اللي عندنا هنا ديال مشكل الريادة بخصوص الفريق ديال الفريق الأول هنا ديال الدفاع الحسين الجديدي كان تعيش مشاكل، وكنا تنحذروا من الموسم الثاني من الولاية الأولى، وحنا كنحذروا هذا المكتب أنه راهم غادي في واحد الطريق مسدود، الطريق اللي غادي يؤدي بهم إلى الحضيض. وهذا الشيء اللي بان لنا الآن، بان لنا على أنهم راه كيعانيوا لا ماديا ولا معنويا، والآن دابا ولاو تيديروا ما يسمى بالصينية، باقي يدوروا بها آخرها هي الدعم اللي جاهم من الجماعة. الجماعة كتعاني ديال الجديدة، كتعاني من الحفار وكتعاني من هذا، وكيقدموا لهم دعم ديال 300 مليون، علما ان واحد كيتحسب الناس كيتحسبوا من المعارضه كانوا كيطالبوا ب 500 مليون، وهذا هو اللي كيخلي كياسفنا الصراحه. مزيان حنا كنشجعوا الفاشل في الفشل ديالو، لا 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 تخلوا على اللعابه ولاد ولاد المدرسه، تخلوا عليهم كاملين، لان ملي كتشوف فرقه يلاه فيها شي واحد ولا جوج ابناء مدينه الجديده، الشيء الاخر غير عبر صفقات، كيدير ديك الصفقات الله اعلم. وهذا الشيء راه اللي تيساهم فيه، انا بالنسبه لي حتى الجماعه هي كتساهم في هذا. انا واحد النادي اللي هو فاشل في التسيير ديالو، علاش غادي نعاود نزيد ندعمو ثاني؟ هذا هو اللي كاين. ثانيا انا كنطالب من هذا المنبر ان السيد العامل يتوصل بشي تقرير مفصل من الناس ذوي الاختصاص، هذا هو اللي تنتمنى ان شاء الله، لان السيد العامل خصو يطالع على الشاده والفاده بالنسبه للتسيير ديال الفريق، وهذا باش ما يغلطوش، باش ما يغلطوش الراي العام، باش ما يغلطوناش. بالنسبه للجماعه السير الجماعي، راه حنا كنشوفوا الحمد لله من الانجازات ديالهم واقتلاع دوك الاشجار اللي لا ذنب لهم الا انه كانوا كيعطيو الظل للساكنه، ناضوا قاموا بالاقتلاع ديالهم وتعويضهم باعمده ما هي باشجار، وذلك اللي بتحصيل حاصل. الان حنا كنشوف كنتظروا وحنا مازال غنتظروا، ما غاديش نتهاونوا على الملف اللي توجه للقضاء فين وصل. ان شاء الله حنا غادي نتابعوا الملف هذا باش الناس دوك السماصيره ولا دوك اللي ساهموا في هذيك عمليه اقتلاع الاشجار يتحاسبوا ويؤديوا الثمن، لان الشجره باش تحيدها راه في الحقيقه الاسم ديال مدينه الجديده السياحيه ما بقى فيها غير الاسم. حنا كنشوفوا الطرق المعبده كي دايره، حنا كنشوفوا البنيه التحتيه مهترئه، ما كاينش شي حاجه اللي تخلينا نتسموا ان هذه مدينه سياحيه، بل حتى المرافق الحيويه مثلا، حتى ديك المراحل العموميه ما كنتوفروش عليها هذه المدينه الجديده، لا جاو غير الزوار، ما كاينش مرحاض عمومي. الا مشيتي جيت وراء الديوانه، انا نتحدى اي واحد حتى رئيس الجماعه يدوز من جهه الديوانه، من مور الديوان يدوز تما بلا ما يهدى. هنا كاين روائح ناتنه، روائح كريهه، ضيف الى ذلك الحفار راه واخا يضلوا عيسدوا، دابا كاين الشوارع اللي كيقوموا بالتعبيد ديالها، وكاين شوارع كيقوموا بالترقيع ديالها. حنا ما عرفناش هاد الناس الاتجاه ديالهم فين. حنا كنشوفوا المدينه راه هي لا مدارات لا جبتي لي قاعده المكتب الشهري الفوسفات وجليك والغولف وداك مازاكان، هادو مختصين كيدعموا واحد الفريق فاشل اللي هو الدفاع الحسين الجديدي، كيعطيوه ارصده مهمه، ميزانيه ضخمه، مقابل الفشل ديالهم. حنا كنشوف راه كيصارعوا من اجل البقاء، في حين المدينه اللي هي في امس الحاجه لهاد الميزانيات. فين هي الحدائق؟ ما عندناش حدائق، ما عندناش اللي بغينا نقول دي زون فيفريير، ما عندناش هنا في الجديده. حتى الجرف الاصفر ملي لو سي بي كان عليه يدير واحد الحزام اخضر، ما كاينش. حنا في وقت الامطار راه الجديده كلها كتختنق بداك الروائح ديال الامونياك وديال داك المواد هذا، ولكن ماذا نستفيد نحن كساكنه؟ حنا كنشوفوا لو سي بي دابا داير مدارس خاصه به، الصحه خاصه به، كل شيء خاص به، وحنا اللي كساكنه اللي كنت اداو من جراء داك التلوث البيئي اللي الجديده كتسلق للمراتب الاولى من حيث التلوث، والفائده راه ما كاين حتى شي فائده. يلاه كاين فائده ديال الناس فاشلين ديال كره القدم، والشيء الاخر يجيب الله. انا الرساله الاخيره ديالي كنتوجه
العامل صاحب الجلالة على الإقليم باش على الأقل يطالب واحد تقرير مفصل حول التسيير العشوائي ديال الدفاع الحسني الجديدي. ربما يكونوا مزينين ليه التقرير ولا شي حاجه، خصو تقرير مفصل يعرفوا هاد الناس كيفاش سيروا مده 8 مواسم بدون القاب ومن اجل البقاء. احنا كامل الفرقه راه كتسير تقريبا لحد الساعه ما يقارب 40 مليار من اجل البقاء في القسم الوطني الاول، وحنايا هاد العام هذا الله يحفظه صافي. بالنسبه لرئيس الجماعه أبارك من داك الدعم ديال الفريق فاشي، راه بحال كتعطي واحد الدول ميت، واحد ميت كتعطيه الفاني باش تفيق اش تفيق، هادشي اللي كاين. هذيك ال 300 مليون اللي عطاها للدفاع عطى الله ما دير لينا هنا، عطى الله ما تصلح لنا الطرق، تصلح لنا بزاف ديال الحوايج.